Cizan qui postule pour l'équipe nationale. الجامعه المقبله او الجامعه الحاليه كتشوفني كتشوف لو بروفيل ديال المرحله الجايه من المنظور ديالها يعني هي كتقرر ماشي انا عبد ربي يمكن ياخذ مسؤوليه فانا ما عندي حتى مانع وعندي كل ثقه في نفسي باش يمكن لي ان هذه الشيء الكثير ولكن واش انت غادي تقترح السي في ديالك؟ تنظن بعض الخطرات كيكون مثال عندك 30 سيفي محطوطة قدامك وكتمشي كتجيب سواء في أندية سواء في منتخب وكتمشي كتجيب مدرب من جهة أخرى ما دخل كاع ديك السيفيات هذا بالنسبة ليا الجهة اللي هي مسؤولة هي اللي عارفة البروفيل هي اللي عارفة اش باغا. أما بالنسبة لك أنت الرغبة كاينة وكتقول أنك أنت تثق في أن راه كاين ما يدار بالنسبة للمنتخب كاين ما يدار وكاين بوادر ديال النجاح كبيرة وكبيرة بزاف.